السلام عليكم طلاب الصف الثاني. درسنا لهذا اليوم هو ترتيب الأعداد الحقيقية. هناك نوعان من الترتيب، نحتاج هنا إلى تعريفين بسيطين قبل البدء بالموضوع. الترتيب الأول هو الترتيب التصاعدي. الترتيب التصاعدي وهو ترتيب الأعداد الحقيقية، الأعداد الحقيقية من أصغر عدد حقيقي، أصغر عدد حقيقي إلى أكبر عدد حقيقي. القابل يحتوى بهذا الشكل من الصغير إلى الكبير. على فكرة صحيح. الترتيب الثاني الترتيب التنازلي. الترتيب التنازلي وهو ترتيب الأعداد الحقيقية من أكبر عدد حقيقي إلى أصغر عدد حقيقي. ملاحظة: الطريقة الأولى هو استخدام عملية التقريب، استخدام فكرة تقريب الأعداد. تقريب الأعداد. اثنين، استخدام التمثيل على خط الأعداد. إذن عملية تقريب أدنى وعملية تمثيل. الطريقتين صحيحات، الطالب هنا راح يتأكد أيهما أكبر وأيهما أصغر. نجي للمثال الأول. المثال الأول أرتب تنازليا. هنا ما حدد طريقة، هنا كل عدد لاحظ مثل طريقة الجذور، طريقة الكسور العشرية، طريقة الأعداد الصحيحة، أو طريقة عدد موجب عدد سالب. الطالب هنا يعطينا كل عدد صورة. نحدد مثل المثال الأول ثلاثة جذور تربيعية لأعداد مختلفة. الجذر الأول الجذر التربيعي للعدد خمسة. هذا العدد محصور بين عددين مربعين هما أكبر من جذر الأربعة، أصغر من جذر العدد تسعة. جذر الأربعة هو اثنين، جذر العدد تسعة هو ثلاثة. العدد محصور بين اثنين وبين ثلاثة، أيهما أقرب؟ العدد أربعة أقرب، إذن هو جذر العدد خمسة يساوي تقريبا 2.1 2.2 2.3 وهكذا. هذا بالنسبة للعدد الأول. نجي إلى جذر الـ 11. الجذر التربيعي للعدد الثاني. الجذر التربيعي للعدد 11. هذا العدد محصور بين عددين مربعين أكبر من جذر 9، أصغر من جذر العدد 16، أقرب إلى 9 اللي جذرها 3، أصغر من جذر 16 اللي هو 4. لاحظنا الفرق أقرب 2، إذن الجذر التربيعي للعدد 11 يساوي بصورة تقريبية 3.1 3.2 3.3 وهكذا. أقرب عدد ناقص مثلاً هذا العدد بصورة تقريبية. العدد الجذر العدد ثلاثة. الجذر التربيعي للعدد ثلاثة أصغر من جذر الأربعة، أكبر من جذر العدد واحد. جذر العدد واحد واحد، جذر الأربعة اثنين، إذن جذر ثلاثة أقرب إلى
بسطها ما فوق من جذر العدد 3 يساوي تقريبا 1.5 فارز 1.6 1.7. نختار هذا العدد من اثنان مسافة أقرب إما للأربعة من الواحد. بعد إعطاء قيمة تقريبية لكل عدد، إعطاء قيمة تقريبية، وراح نعرف من العدد الأكبر من العدد الأصغر وحسب الترتيب اللي طلبه في السؤال. ترتيب السؤال أول واحد ترتيب تنازلي. ترتيب تنازلي تكتب هذه الكلمة ترتيب تنازلي. نرجع للترتيب التنازلي من أكبر عدد حقيقي إلى أصغر عدد. أكبر الأعداد الحقيقية بعد ما أعطينا صور للأعداد أجر خط جوا كل عدد حتى الطالب يلاحظ الصورة اللي نحتاجها. العدد الأول هو هذا. العدد الثاني اختارينا هذا الحدث. العدد الثالث اختارينا هذا الناتج. هسه المقارنة بيناتهم أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ إذا ثلاثة عندنا اثنين، أكبر عدد ثلاثة بعد اثنين، هذا العدد الأول. يجي العدد الثاني اثنين بعد ثلاثة، ثم يجي العدد الأخير اللي هو 1.7. هذه الصورة أولا صورة الأعداد الموحدة، ثم نرجع الصورة الأصلية للأعداد. العدد الأول هو 3.2 ثانية جذر 11، جذر 11 أولا، ثم جذر العدد 5، وأخيرا جذر العدد 11. نعم الأعداد أيضا نفس الوقت في أعداد موجودة، الطالب يقدر يطلع عليها بصورة صحيحة، لكن إذا كانت الأعداد كلش متقاربة راح يكون هنا العملية يكون أوضح بطريقة أحسن. هذه الفكرة الأولى. هنا الترتيب التنازلي من أكبر عدد إلى أصغر عدد. المثال الثاني إعطاء أكثر من صورة، لاحظ هذه الصورة هنا عندي كسر أسري مع ما وحد الصور، ننبه الطالب على عملية التوضيح الموجودة عندنا. المثال الثاني راح أحطه هنا. الحل سؤال العدد الأول معطى بصورة موضحة 1.7 ونفسه. العدد الثاني اللي هو جذر 15، الجذر التربيعي يعني العدد 15 ما يحتاج لتوضيح. هذا العدد محصور بين عددين مربعين، لأنه أكبر من جذر وأصغر من جذر 6، أصغر من جذر 16 وأكبر من جذر 9. جذر 9 3، جذر 16 4، بين جذر 15 محصور بين العددين بين الثلاثة وبين الأربعة، أقرب إلى جذر 16 فهذا يبدأ من المنتصف فما فوق. جذر 15 يبدأ من المنتصف اللي هو 3.5 3.6 فارز 3 يساوي تقريبا 3.7 3.8 وهكذا. آخر صورة ناخذها هذا بهذا الترتيب. هاي صورة العدد الثاني. صورة العدد الثالث اللي هو جذر 7. الجذر التربيعي للعدد 7 أكبر وأصغر بين عددين مربعين، نعدنا جذر 4، نعدنا جذر 9. جذر 4 2 وجذر 9 3. العدد 7 أقرب إلى 9، إذا من المنتصف فما فوق، المنتصف هو 2.5، إذا جذر العدد 7 يساوي تقريبا 2.5، من المنتصف أقرب باتجاه العدد 3 2.6 2.7 نختار هذا العدد وتنبيه. هذه الفكرة الثانية. إذا الأعداد اللي حصلنا عليها 3 صور. الصورة الأولى هذا العدد، الصورة الثانية نختار هذا العدد، الصورة الثالثة اختارينا هذا العدد، الصورة التقريبية. أحضرت إلى أعداد ترتيب تنازلي، نكتب كلمة الترتيب التنازلي
ترتيب تنازل يبدأ من أكبر عدد إلى أصغر عدد. أكبر الأعداد هو 3.8. العدد الثاني 2.6. العدد الثالث 1.7. هذه الصورة الموحدة للأعداد. أرجع الصورة الأصلية. هذه الصورة الأولى تمثل عندنا الجذر 15. الصورة الثانية اللي هي 2.6. هذه الصورة الثانية تمثل عندنا الجذر 7. الصورة الأخيرة هو نفس العدد 1.7. وكان عملية المقارنة بين صور مختلفة بعد توحيد هذه الصور. هذه الفكرة اللي موجودة في هذا الموضوع. الصورة الأخرى أيضا بالنسبة للأعداد السالبة. الصورة الأخرى، صورة الأعداد الأخرى، جذر 14. لاحظ هنا عندنا أكثر من صورة للأعداد. نوحد هذه الصور. إذا الحل بالشكل التالي: الحل الصغير، العدد الأول سالب جذر 14. لاحظ هنا الفكرة اللي موجودة يساوي تقريبا فكرة الجواب عندنا. أتعامل الأعداد بصورة موجبة أولا وبعدين بصورة سالبة أيضا صحيح. مثلا جذر 14 من سالب جذر أكبر من وأصغر من العدد. هنا لاحظ العدد السالب كل ما يكبر تقل قيمته. العملية معكم سهلة الخيال بالنسبة للجذور. إذا الطالب صار عنده صعوبة يتعامل مع الأعداد أول مرة وبعدين يخلي الإشارات يعتبر بهذا الشكل جذر 14 بدون إشارة. لاحظ هنا بعدين الإشارة السالبة خليك تنتج بهذا الشكل أصغر من جذر 16 وأكبر من جذر 9 من جذر 14 كعدد صحيح بدون إشارة. جذر 14 هنا أكبر من وأصغر من جذر 9 3 جذر 16 4 أقرب إلى الأربعة من الثلاثة. إذا الجذر التربيعي العدد 14 يساوي تقريبا من المنتصف فما فوق حسبهم باتجاه 16 فاسر من 3.5 طالب 3.6 3.7 3.8. بعدين نعطي الإشارة بالخارج نختار لنا هذا الرقم 3.8. هذه صورة العدد الأول. العدد الثاني، العدد الثاني اللي هو سالب 3 عدد صحيح 1.5 يساوي هناك يساوي تقريبا هنا العملية مساواة. نحول إلى العدد سالب 3 5 في 3 5 3 1 15 مثلا 3 عدد صحيح نضيف 0 10 على 5 2 نحتاج نحول إلى عدد ساعات المنتصف. 3 عدد صحيح 1 على 5 3 عدد صحيح بوينت نضيف 0 ونقسم. هذا العدد الثاني. العدد الثالث جاهز سالب 2.6 العدد هو نفسه 2.6. إذا مرة عدد 20 يحمل إشارة سالبة ومرة كسر ومرة جذر. وحدنا الصور الثلاثة لهذه الأعداد. هذه الصورة الثالثة المقارنة. العدد السالب كلما يكبر تقل قيمته. عندنا هنا ملاحظة نقدر نكتبها بهذا الشكل. ملاحظة العدد السالب كلما يكبر تقل قيمته. هاي ملاحظة أيضا الطالب يقدر يستفاد منها. الطريقة الثانية الاستعانة بخط الأعداد. الطريقة الأفضل هو الاستعانة بخط الأعداد لتمثيل
هذه الأعداد ومقارنتها حسب الترتيب. أرسم خط الأعداد الحقيقية بهذا الشكل، الأعداد اللي أحتاجها أعداد سالبة، لاحظ كذا تحمل إشارة سالبة، إذا الصفر خلي في هذا المكان، أعداد موجودة على اليمين ما أحتاجها، اللي هنا عندي سالب واحد، هنا عندي سالب اثنين، هنا عندي سالب ثلاثة، هنا عندي سالب أربعة، في هذا الترتيب، هذا الفكرة الأولى. هذا هو خط الأعداد، خط الأعداد الحقيقي، خط الأعداد الحقيقي، أسقط هذه الأعداد الثلاثة، العدد الأول، لاحظ هنا، المنتصف هذا، بين سالب ثلاثة وسالب أربعة، سالب ثلاثة بوينت ثمانية. هذا المنتصف نفس خطوط بعد المنتصف، عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أرجع العدد هنا، إذا هذا العدد اللي أريده، أرسم لون آخر تكون واضح بالنسبة لي. هذا هو العدد اللي سالب ثلاثة بوينت اثنين. أحصل بين سالب ثلاثة وسالب أربعة أكثر المنتصف باتجاه الانكسار. العدد الثاني 3.2، نعدي واحد، قسم المنطقة تقسيمات ثانية، تقسيمات عشرية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا المنتصف، هذا النقطة الثانية، هذا العدد الآخر، يصير باللون ثاني. سالب 3.2 هذا العدد الثاني، العدد الآخر 2.6 محصور بين اثنين بين ثلاثة، بين سالب اثنين وسالب ثلاثة، هذا المنتصف هنا ستة بهذا الشكل، خط واحد بعد المنتصف، هذا مثل عندنا العدد الثالث، العدد الثالث اللي هو سالب 2.6. هذه الأعداد هذا تمثيلها، المقارنة بينها ترتيبها تصاعديا، الترتيب تصاعدي، لاحظ بهذا الشكل، هذه مثل عندنا اتجاه اليمين الموجب بعد الصفر، هذه مثل عندنا الاتجاه السالب. الأعداد بهذا الاتجاه تتزايد أو تتصاعد، تتزايد تزايد بهذا الشكل، الأعداد بهذا الاتجاه تتناقص، أسنجي إلى نوع الترتيب، أنا أريد ترتيب تصاعدي، كلمة ترتيب تصاعدي من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر، إذا هذا هو أصغر الأعداد، ثم نبتدي بهذا الشكل حتى نتزايد. الترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي يبدأ من أصغر عدد إلى أكبر عدد، أصغر الأعداد هو سالب 3.8، العدد الآخر سالب 3.2، العدد الآخر سالب 2.6. أرجع الصور الأصلية لهذه الأعداد اللي هو 3.8، العدد هو سالب 14، العدد الثاني اللي مثل عندنا 3.2 وسالب 3 وسالب 3 واحد خمس، العدد الآخر اللي مثل سالب 2 وخمس، هذا فكرة الترتيب. إذا هذه الفكرة في هذا الموضوع هي بالشكل التالي، أولا استخدام توحيد الأعداد على صورة واحدة، صورة كسور عشرية
الكسور الأسرية إما أن تكون منتهية أو غير منتهية أو جبرية صحيح تطبق عليها. إذا وجدت جذور تربيعية التعامل من جذور تربيعية بالإشارة الموجبة أولا ثم إعطاء إشارة سالبة للعدد. خط الأعداد ينقسم إلى الصفر في المنتصف، الأعداد الحقيقية الموجبة إلى جهة اليمين، الأعداد السالبة باتجاه اليسار. الملاحظة تشير إلى أن العدد السالب كلما يكبر تقل قيمته. لاحظ هنا سالب 2 أكبر من سالب 3، العدد اللي يصير على اليمين العدد يكون أكبر منه وعلى جهة اليسار يكون أصغر منه. هذا بالنسبة للأعداد. ترتيب الأعداد، ترتيب تصاعد يبدأ من أصغر الأعداد إلى أكبر الأعداد. إذا استعانينا بالخط فهنا الأعداد باتجاه اليمين تزداد، باتجاه اليسار تتناقص. إذا نريد ترتيب تزايدي راح يكون بهذا الاتجاه. إذا بدنا ترتيب تنازلي راح يكون بهذا الاتجاه. هذه فكرة الموضوع بالنسبة للأعداد الحقيقية، مع العلم أن الموضوع هنا في الكتاب بصورة مبسطة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.